المقاتلة أكينجي التركية تفتت بانستير الروسية. لأول مرة بريطانيا مهتمة بصاروخ تركي دمر أشد منظومة دفاعية روسية قصيرة ومتوسطة المدى. في إطار فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والطيران الدولي فارنبورو 2022 المقام حالياً في بريطانيا بين 18 و22 يوليو تموز الجاري، زار وزير الدفاع البريطاني بن والاس جناح شركة روكيت سام التركية في المعرض وتلقى معلومات حول الشركة التركية الرائدة ومنتجاتها، مبدياً إعجابه بذخيرة مام تي الذكية الموجهة بالليزر والتي جرى دمجها بالمقاتلة الأضخم أكينجي تيها، واستطاعت تدمير منظومة بانستير الدفاعية الروسية. ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها، فإن الوزير والاس لم يغادر جناح روكيتسان لفترة طويلة استمرت ساعات، حيث تلقى معلومات وافية حول الذخيرة التركية مام تي ميني انتليجنت أميونيشن التي طورتها روكيتسان بإمكانات محلية بالكامل. تجذب ذخيرة مام تي التي تم تقديمها مؤخراً بواسطة روكيتسان وتم إطلاقها بنجاح من منصة المقاتلة أكينجي تيها اهتماماً كبيراً في السوق الدولية، وتقدم شركة روكيتسان الآلاف من ذخيرة الطائرات بدون طيار المسلحة من نوع مام ال ومام سي ومام تي إلى أكثر من 10 جيوش حول العالم. مام تي أحدث عضو في عائلة الذخيرة الذكية المصغرة من روكيتسان، تم تطويرها من خلال الخبرة المكتسبة من مجموعة توجيه الليزر تبار. يبلغ قطرها 230 مليمتر وطولها 1.4 متر وزنها 94 كيلوغراما ومزودة برأس حربي بتأثير الجسيمات ومزودة أيضا بنظام GPS INS لتوجيه المرحلة المتوسطة وباحث ليزر شبه نشط لتوجيه المرحلة النهائية والاستهداف. عندما يتم إطلاق مام تي من أكينجي يصل مداها إلى أكثر من 30 كيلومترا، يمكن أن تصل إلى سرعة 60 كيلومترا عند إطلاقها من طائرات هجوم خفيفة و80 كيلومترا عند إطلاقها من الطائرات الحربية F-16.